هذه التظاهرة حل الحفل الخيري المنظم من طرف جمعية غام الواحة وبالتنسيق مع جمعية ناس الخير، ارتعينا أن يكون الأول من نوعه في ولاية أبرار باستضافة المنشد كمال رزوق منشد الشارقة الفنان الذي رحب بالفكرة ودعمها كثيرا. الحمد لله تجاوزنا أكثر من 300 تذكرة إن شاء الله. أول مشروع سيستفيد إن شاء الله من مداخل هذا الحفل هو مشروع الشتاء الذي نحن بصدده. حقيقة هذه التجربة في حقها تجربة يعني رائعة جميلة جدا، من ميزاتها أنه كان فيه شريك، فيه مشاركة، والشريك هذا دائما يعني صعيب باش تلقى واحد تمشي تشارك معه. كذلك نشكر الجمعية على ناس الخير على الثقة فينا، كذلك أنها ضعت فينا الثقة وأنها اتخذت القرار أنها تأخذنا الشريك، وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله نكون عند حسن الظن إن شاء الله. ما شاء الله أضرار أنا نحبها من قبل، والزيارة الأولى لي شفت فيها الناس أهل الكرم وأهل الطيبة وأهل الخير أهل الوفاء. ما شاء الله أنا بقيت متواصل مع ناس أضرار حتى بعد ذهابي لواد سوف. قبل أيام كان حفل زواجي ورفضت الحفلات كلها تقريبا، حفلين، حفل المدية وحفل الأضرار، لأن عندي ليهم مكانة خاصة بدائرة المحجوب وهذه أضرار. ايضا جمعيه ناس الخير هذه الجمعيه الرائده والرائعه والمميزه، اسمها وحده يخليك تجي للاحتفال. اتفقت انا وزوجتي اني باش نروح، لان في حفل ناس الخير حفل خيري، حفل مميز، راح ندخلوا البهجه على الاطفال، على المعوزين، على الفقراء، على ناس الخير. هذه الجمعيه ايضا راح ندعموها، لان الفن دائما في خدمه هذه الاعمال الانسانيه والخيريه. احنا قبل ايام انا اطلقت عمل جديد، هو قديم جديد، تراث مغاربي بعنوان انا مالي فيهاش. ان شاء الله ايضا في نصف ديسمبر حوالي 15 ديسمبر 16 راح نطلق عمل فيديو كليب جديد انا واخي عبد اللطيف، عمل يحكي عن الام، عندي الوالده اللي متوفيه هذا العامين الله يرحمها ان شاء الله. فهذا هديه منا الى روحي الطيبه، ان شاء الله راح يكون على شكل فيديو كليب، كلمات راقيه وكلمات جميله، سجلت في مدينة الواد، المكساج كان في عند صديقنا في أمريكا، توزيع أيضا جميل وراقي، إن شاء الله ينال إعجابكم يا رب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، قناة الشارقة هي قناة نوجه لها تحية من هذا المنبر. أنا كنت فيها كمتسابق ثم كضيف شرف، والآن عدت فيها كلجنة تحكيم في الجزائر. إن شاء الله أنا عندي معها مشروع الطبعة القادمة إن شاء الله، لما لا قد أكون مذيع اليوميات وقد أكون مذيع للحلقات المباشرة. كنت العام في لجنة التحكيم، اخترنا الأصوات الجميلة في الجزائر، كانت مشاركة قوية جدا، هذا تحفيز من قناة الشارقة لأن نحن صرنا ننتمي إليه، صرنا من عائلة، وإن شاء الله أيضا لنا معها برامج أخرى مثل برامج مقامات سجلناها قبل أيام في إمارة الشارقة. هناك برنامج هذه حصرية، برنامج جزائري بين المنشد الجزائر، سيكون قريبا جدا إن شاء الله، برنامج ضخم جدا تقريبا ينافس ذا فويس الذي يقام على MBC، برنامج جميل جدا، إن شاء الله قد أكون أحد كوادره إن شاء الله.